وقد زار الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وزوجته الملكة ليتيتيا مصابيه هجوم برشلونة في المستشفى، والتقت العائلة الملكة بالأطباء للاطمئنان على حالة المصابين، كما حرصوا على طمأنة بعض الأطفال الجرحى. كان الملك فيليب قد شارك أمس في تأبين ضحايا الحادث، ووقف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا بمشاركة آلاف الإسبان وحضور رئيس الوزراء ماريانو راخوي.